يعني لو حبينا نتكلم حوالين القضية الخاصة بالنساء والعمل، فاحنا بنتكلم على قضية متشابكة مع العديد من القضايا الأخرى أو مع العديد من الحقوق الأخرى المتعلقة بوجود النساء في المجال الخاص ووجود النساء في المجال العام. يعني وضع النساء في سوق العمل هو بيبقى مراية بتعكس نظرة المجتمع للنساء وإزاي المجتمع ده بيتعامل مع النساء. فكل ما النساء بتاخد حقوق في مجال العمل أو داخل الأسرة تحديدا فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، كل ما ده بيبين قد إيه في قيم للعدالة، في قيم للمساواة، في قيم المواطنة موجودة في قلب هذا المجتمع. بالتالي وضع النساء في سوق العمل نقدر نقول إن هو حاجة كاشفة لطبيعة المجتمع. ويؤسفني يعني إن احنا بقى الوضع عندنا كاشف لصورة قاتمة، لأن النساء في سوق العمل بيتعرضوا لأشكال عديدة من التمييز والعنف. بداية من دخول النساء لسوق العمل بنجد ان في الكثير من أشكال التقييد والاستبعاد انها تحصل على هذا الحق. وزي ما قلت ده بيرجع بداية من داخل الأسرة، من تنشئة النساء أساسا وتربيتهم من داخل الأسرة على إلى الآن في مجتمعاتنا. الصورة العامة إن النساء بيتم تنشئتها على أساس إن هو دورها الأساسي هو فكرة الزواج ورعاية الأسرة. على هذا الأساس بنجد إن الأسرة بتتحكم في اختيارات البنت في مجال التعليم، بتتحكم وبالتالي بعد كده بتتحكم في مجالات العمل. أنماط التنشئة والتربية قائمة أساسا عن دور النساء الأساسي هو داخل الأسرة، هو موضوع الإنجاب والرعاية. وأنا هنا مهتمة إن أنا أفصل ما بين الدور أو أتكلم إن في دور إنجابي وبيمتد لفكرة الرعاية داخل الأسرة، وده اللي بيترتب أو ده بعتبره إن هو المسألة الحاكمة فيما بعد في كل أشكال العنف والتمييز اللي النساء بتتعرض ليها في المجال العام وداخل الأسرة والمجال الخاص. النساء بيتم تنشئتها على ان دورها الاساسي هو بقى التحضير للزواج وفكرة رعاية الاطفال، فبتتم بقى اختياراتها في مجالات التعليم، لا ادخلي كليات مثلا معينة، كليات تربية لانك هتطلعي مدرسة فمعروف ساعات العمل بتاعتك وفي نفس الوقت ظروف العمل هتسمح لك ان انت بعد كده لما تروحي تبقي قادرة ان انت تقومي بمهام المنزلية او الاعباء المنزلية. او نتيجة ان التصور اللي موجود على ان النساء ليهم طبيعة بيولوجية او ونوسيكولوجية معينة بتخليهم ان هم بيعرفوش يقوموا بمهن معينة، او المهن دي المجتمع بيصفها انها مهن للرجال لانها تحتاج مواصفات معينة، تصورات خاطئة بقى طبعا، محتاجة قوة عقلية معينة وقوة بدنية معينة النساء مش مؤهلات ليها، فلا ده كده ضد طبيعتك، لا ده كده انت بنت. وبيترتب على ده اشكال بقى من التنميط، ان احنا ناخد الوظائف اللي هي ما فيهاش قوة بدنية، ما فيهاش اعمال للعقل كتير، عشان انت مفروض تشغلي عقلك بامور اخرى داخل المنزل. فسواء عشان موضوع فرص الزواج او سواء عشان الصورة النمطية والتقليدية السائدة على اساسها بيتم انها تدخل كليات معينة او انها ما تخشش كليات معينة. نيجي بقى لمجال سوق العمل، في نساء او في بعض الاسر يعني اللي احنا بنسميه كده من رحم ربي، يعني اللي هي الاعداد القليلة جدا ما بيبقاش ده سائد عندها قوي، فبنلاقي ان النساء ممكن بيتاح ليها انها تدخل مثلا كليات معينة زي كليات الهندسة او زي تخصصات معينة في كليات الطب، او تدخل دراستها يتاح ليها في مجال التشييد والبناء. طيب نيجي بقى انها اللي نجحت وقدرت انها تخرج من اطار التنميط والتقليد في التعليم
ودخلت مثلا في حتى التعليم الصناعي او الفني، دخلت مثلا قسم تكييف او اقسام التكييف، او ما دخلتش الاقسام التقليديه بتاعه الغزل والنسيج والرسم وما شابه. نيجي بقى دخول هؤلاء النساء لسوق العمل، بنجد ده اللي بيتسمى ان احنا بنسمي ان في مهن هي للرجال او وبيحرم منها النساء، وبيصل الامر ان جهه العمل نفسها بتعلن بوضوح او لم او عندما يتقدم لها امراه وممكن تكون حاصله على درجه دكتوراه او ماجستير او واخده البكالوريوس بتاعها بدرجات امتياز او يتم رفضها من قبل حتى ما يتعمل معاها مقابله تحت دعوى انها امراه. وللاسف الشديد هناك قبول مجتمعي، يعني ده بيمارس بدون ما يجرم، هناك تواطؤ حوالين هذا التقسيم والتنميط اللي بيحرم النساء من حقها في مجالات التعليم ومجالات العمل. دخلت سوق العمل ويعني وقدرت ان انها تدخل سوق العمل، بنجد بقى انها لا تسلم من اشكال العنف والتمييز اللي هي بتتعرض ليه، اللي هو مرتبط بنفس هذه الفكره اللي كانت موجوده جوه الاسره وعلى اساسها تنشا، ان يعني الدور الاساسي للنساء هو رعايه الاسره. مفيش اعتراف على الاطلاق بان النساء بتساهم اقتصاديا، مفيش اعتراف ان تلت الاسر المصريه الان بتعولهم نساء، ده بخلاف ان باقي الاسر النساء بتساهم ربما بكل دخلها في الاسر، او ان الاوضاع الاقتصاديه كمان ما بقتش تسمح ان يبقى في مصدر دخل واحد للاسره، يعني مساهمه الرجل والمراه جوه الاسره بقى امر حتمي حتى في الشرائح العليا من الطبقه الوسطى. هذا الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء غائب تماما عشان يبرر بيه أشكال أخرى من التمييز داخل مجال العمل. فنجد أن الفجوة النوعية في الأجور بتصل وفق آخر إحصائيات، ودي الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 25%. بتصل المعدلات مش مصر البلد الوحيدة اللي فيها ده، المعدلات على المستوى العالمي بتصل ل 35%، بس احنا نعتبر كده ان احنا في معدلات مرتفعة. الاسباب اللي بتأدي للنوع دوت مثلا كلها اسباب مرتبطة بالواقع الثقافي اللي اتكلمت عليه في الاول، يعني هم بيحسبوا الاجور، الجهاز المركزي طريقة احتسابه يعني ليه فكرة الاجور بيدخل في كل الحاجات، العمولات والسهر ليلا والدخول في اللجان والمأموريات والمنح، يعني كل المتغيرات دي اللي هي بتبقى في عمليات القبض، وبيحسب على اساسها الفجوه النوعيه في الاجور. فبتصل لان فرص الرجال بتبقى اعلى انها تروح مأموريات او تدخل لجان تحت دعوى ان احنا هو من ينفق على البيت، هو رجل باختصار كده، هو رجل الايه البيت، هو اللي بينفق. وبالتالي بتلاقي ان داخل اماكن العمل عشان ما فيش سياسات تحد من تأثير هذه الثقافة، بتلاقي ان الرؤساء في العمل بيمارسوا هذه الثقافة على الرجال والنساء في العمل. نجد شكل اخر من اشكال التمييز هي تقسيم العمل على اساس النوع بداخل حتى مكان العمل الواحد، يعني لو هي مهندسة او كذا ودخلت مجالات العمل بتلاقي ان بتحرم من فكرة العمل الميداني والذهاب الى منشآت العمل، يعني البنت او المهندسة بتنتزع حقها انتزاعا الى ويفضل الشك في كفاءتها او في قدرتها انك تشتغل وسط رجالة الى ان تثبت العكس. شكل اخر من اشكال التمييز موضوع الترقي الوظيفي وشغل النساء للمناصب القيادية داخل اماكن العمل. الرجال ضعف النساء، ده بموجب الإحصائيات الرسمية. عدد النساء في شغل المناصب القيادية 36.3%، دي آخر إحصائيات ل 2014 الصادرة أيضا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. داخل بقى الرقم ده بداية من أول مدير عام لحد نائب وزير بنلاقي طول الوقت الإحصائيات أو لصالح الرجال والفجوة النوعية، موضوع شغل المناصب القيادية لصالح الرجال. الإحصائيات دي كانت في إطار قانون الخدمة، يعني القانون الخاص بالعاملين بالدولة،
لكن مع تطبيق القانون الخدمة المدنية اللي هو رقم 81 سنة 2016، القانون ده وضع نظم جديدة سواء على مستوى الأجور أو نظم جديدة للاستمرار في الوظيفة والترقي. أنا بتصور بموجب نصوص القانون أن يكون هناك جداول محددة للأجور، يعني في نظام محدد للأجور، في مواد في القانون بتتكلم حوالين موضوع التدريب والتأهيل المهني واللجان التي سوف تنظر في التقارير الأداء. من حيث النص أنا بتصور إن ده أمر إيجابي، بمعنى إن عمليات الترقي الوظيفي والاستمرار في العمل هي مرتبطة طول الوقت بتقييم الأداء وفق لتقارير بتتم بشكل دوري كل 6 شهور وتقارير مجمعة كل 3 سنين. ولكن إشكالياتنا في التطبيق، اللجان اللي هي هتبقى مهمتها تختار وتضع البرامج التدريبية والتأهيل المهني داخل أماكن العمل، اللجان التي سوف تطلع على هذه التقارير وتعتمدها، لو هذه اللجان الأعضاء اللي موجودين فيها ليس لديهم حساسية لتجاه النساء والتفاهم كمان لفكرة حصول النساء على أجازات الوضع ورعاية الطفل، ويتم التعامل والنظر لهذا الأمر باعتباره إنه مسؤولية مجتمعية والأجازات دي تحتسب وكأن يعني ما تحتسبش النساء بعيدا فيها عن سوق العمل، لا هي بتقوم بدور مهم جدا. أنا بعتبر يعني إن القوانين آلية مهمة جدا لإحداث التغيير، وآلية مهمة جدا يمكن استخدامها لفكرة المقاومة والتصدي لأشكال العنف والتمييز، خصوصا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الخاص بالنساء. لو جينا للقضايا الخاصة بالعنف على سبيل المثال، يعني زي العنف الجنسي مثلا، التحرش الجنسي في أماكن العمل، قانون العمل إلى الآن لا ينص على تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، لكن مؤخرا التعديلات التي تمت على قانون العقوبات المواد الخاصة بالعنف الجنسي بقى في تجريم للتحرش الجنسي بشكل عام وجزء منه داخل أماكن العمل. الحقوق بقى اللي هي مرتبطة بالدور الإنجابي اللي هو فكرة بقى الإنجاب ورعاية الطفل، هي مواد مشروطة. يعني مثلا نلاقي دور الحضانة، قانون العمل بينص على إلزام صاحب العمل بتوفير دور الحضانة، لكن مشروط ان جهة العمل لازم يكون فيها 100 عامل، او ان هو وعدد من اماكن العمل الاخرى ان هم مثلا ينشئوا او يتعاقدوا مع دور حضانة. الاجازات، ان النساء من حقها تحصل على اجازات الوضع 3 شهور، واجازات رعاية الطفل اللي هي 6 سنين ممكن تاخدها 3 مرات، سنتين 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 وكذا. لكن بنلاقي في تطبيق حتى القانون مثلا على سبيل المثال فكرة الشرط 100 عاملة، هنا الشرط 100 عاملة ليس له مبرر. لو انا بنظر اني موضوع رعاية الطفل بقى، وهنا انا قلت في الاول خلينا نفصل ما بين النساء هي المسؤولة بيولوجيا عن الحمل والانجاب، وما بين موضوع دور الرعاية ده ان لازم نحطه في مكانه الطبيعي او في وضعه الطبيعي وهو مسؤولية مجتمعية. وبالتالي بقى ان الزام جهات العمل والحديث عن اماكن العمل اللي فيها عاملات ده حديث تنميط، بمعنى ان مسؤولية رعاية الطفل هي مسؤولية النساء، لكن لو احنا بننظر ان مسؤولية رعاية الطفل هي مسؤولية مجتمعية، الدولة مسؤولة، اصحاب الاعمال مسؤولين، الاسرة رجال ونساء مسؤولين، هنبقى بنتكلم على ان جهات العمل مطالب انها توفر دور الحضانة سواء في عمال او مفيش، في عاملات او مفيش. النقابات من خلال الشغل مع النقابات خلال السنوات الماضية
توصلنا لمقترح ان اي جهة عمل بها 50 عامل او 50 عاملة او 50 عامل وعاملة خلاص اصبحت ملزم صاحب العمل ان هو يوفر دور الحضانة. واحنا هنا بنتكلم على دور حضانة، مش لازم ينشئ دور حضانة، هي مش منطق يعني لو عنده 50 انه ينشئ دور حضانة، لكن هو خلاص بقى ملزم انه ممكن يتعاقد مع دور الحضانة. وعلى فكرة القانون في القرار الوزاري الخاص بهذه المادة بيتكلم على ان يعني في فلوس بتدفع شهريا مساهمة من العاملة في دور الحضانة. احنا بندعو ان يعاد النظر في هذا الامر مجددا، ويبقى توفير دور الحضانة في الأحياء والمناطق، ونفكر بطريقة غير تقليدية ازاي يساهم في ده أصحاب الأعمال، ازاي الدولة تقوم بده من خلال تخصيص الأماكن، وزارة التضامن الاجتماعي تبقى بتلعب دور في ده نضمن سلامة وتبقى موافقة للشروط ومؤهلة صحيا ولاستقبال الأطفال، وتبقى في أماكن تخصصها الدولة مناسبة لذلك، أو في وده تبقى موجودة في الأحياء، ونفكر في إعادة النظر في تمويل الحضانات دي. تبقى الأسر بتدفع جزء، أصحاب الأعمال بيدفع، ويبقى بقى ممكن استقطاعات مباشرة تيجي من أصحاب الدولة نفسها تبقى بتساهم بدور في ده. لو إحنا عايزين ننظر لموضوع رعاية الأطفال باعتباره إنه هو مسؤولية مجتمع، موضوع توفير دور الحضانة ده نعيد النظر فيه بهذه الطريقة. الأماكن اللي فيها مثلا مناطق الاستثمار اللي فيها تجمعات لعديد من المصانع في منطقة واحدة، تنشأ دار حضانة في هذه المنطقة، تخصص الأرض بقرارات من المحافظين من الوزارات المعنية، يعني يتشاف هذا الأمر. بس اللي أنا عايزة أقوله إن إحنا ما نسيبش موضوع توفير دور الحضانة كده ما بين العمال وصاحب العمل رهن إرادة مين فيهم الأقوى، لا، رعاية الطفل ومصلحة الطفل الفضلة دي مسؤولية مجتمعية، فلازم نفكر فيها كلنا بشكل جماعي ونقترح حلول، خصوصا كمان ان في قطاع واسع من النساء بتشتغل في العمالة الغير منظمة اللي هي بقى مش موجودة في منشأة وكذا، فمن حقها ان يكون ليها يعني يكون في مكان امن طفلها بتوديه فيها اثناء ساعات عملها، ودي بقى مش مرتبطة بساعات عمل معينة، يعني اللي بتشتغل بائعة او بتشتغل بعض المهن الاخرى في موضوع العمالة الغير منظمة، او حتى على فكرة بتشتغل في البيت، يعني في بعض كتير من العمالة الغير منظمة ده بتعمل مواد غذائية، بتصنع ملابس كذا، ودي مش مرتبطة بساعات، تقدر انها تودي طفلها في مكان قريب وامن مدعوم من مؤسسات الدولة وصحي، في مدرسات مؤهلات ما نشوفش الحالات اللي احنا بنسمع عنها. فموضوع حصر دور الحضانة ده ما بين صاحب العمل والعاملة كده يتم المساومة عليه، انا بتصور ده بيعكس على طول ان الدولة والمجتمع، مش الدولة بس، الدولة والمجتمع بيتخلوا عن دور اساسي وهو فكرة الرعاية الاطفال. دي مسألة. المسألة الثانية فكرة ان عدم كتير قوي من القطاع الخاص ما بيديش النساء اجازات الوضع ولا رعاية الطفل، ومفتشين اللي بيجوا من جهات العمل للتفتيش داخل اماكن العمل القضايا دي مش محطوط، هو اغلب الحاجات بيبقى جاي مهتم بالصحة والسلامة المهنية، موضوع التهوية، التغذية، علاقات العمل، مين مثبت مين مش مثبت، مين مؤمن عليه، لكن الاهتمام بقى بالتفتيش، انت خدت اجازة رعاية الطفل بتاعتك ولا لا، خدتي اجازه رعايه اجازه الوضع ولا لا، بتاخدي الساعه الرضاعه ولا لا، الحساسيه دي تجاه قضايا النساء اعتقد ان هو ما بيتمش الاهتمام بيها. فرق كمان فكرة العقوبات اللي منصوص عليها في القانون العمل، عقوبات هزيلة جدا، بيسهل ان يتم عدم الالتزام بالقانون، نتيجة ان لو يعني تم التفتيش عليه وفعلا بقى وصلنا ان صاحب العمل او جهة العمل دي هتدفع غرامة، فهي غرامة زهيدة غير رادعة، وبالتالي الاسهل له انه يخالف القانون مش الاسهل له انه يطبق القانون. وبالتالي واحنا بقى في كلام حوالين اعداد قانون الجديد ليه
العمل، نتمنى ان احنا يعاد النظر، نتمنى ان يعاد النظر زي ما قلت، والتعامل مع فكرة رعاية الاطفال باعتبارها مسؤولية مجتمعية. جانب اخر هو غير مفعل فيما يتعلق بحق النساء في العمل، مواد الدستور. يعني احنا عندنا المادة 11 من الدستور وعندنا المادة 53 من الدستور. المادة 11 بتتكلم بشكل واضح حوالين دور الدولة، واننا لازم تكفل حق النساء في انها تشغل المناصب القيادية، حق النساء انها تشغل المناصب والتعيين في الهيئات القضائية، وهذا الامر الى الان غير مفعل. معنى المادة 11 معناها ان الدولة الدولة خدت خطوات، مش عينت محافظ لاول مرة في التاريخ، محافظ البحيرة سيد، ده اجراء، لكن هناك الى الان جهات قضائية ترفض تعيين النساء مثل مجلس الدولة. انا بتصور ان الدولة بتعين الوزيرات في هذه الحكومة عددهم اكبر من الحكومات الاخرى، لكن ده مش تطبيق للمادة 11، لكن ده قرارات بتيجي تعكس اتجاهات الاشخاص اللي موجودين في هذه الحكومة او مواقمة سياسية معينة الدولة بتاخدها، لكن الاصح هو صدور قرارات. يعني انا اتذكر ان التحالف المنظمات النسوية في 2011 كان له مطلب واضح عندما خرج وزير التنمية المحلية ويتحدث على ان الوقت غير ملائم، وان احنا مش هنختار نساء في حركة المحافظين الاخيرة، مش هنختار نساء. كان هناك مطلب واضح صدر عن التحالف المنظمات النسوية، واتكلموا على ضرورة تعيين 5 محافظين وايضا نفس العدد للشباب، واعتقد هذا المطلب هو مازال مطلب للمنظمات النسوية، ان لو الدولة عايزة فعلا استدامة وعايزة يبقى في اجراءات دائمة تحد من تأثير أي أهواء شخصية فيما يتعلق بشغل المناصب القيادية للنساء، من الممكن أن تخصص كوتا ونسبة في موضوع المحافظين، أيضا في موضوع رؤساء الأحياء ورؤساء المدينة، لأن نسب النساء فيها محدودة جدا، وأغلب النساء اللي راحوا منصب عمد أو راحوا رئيسة حي هي عددهم تقريبا لا يتجاوز 7 أو 8 على مستوى مصر كلها، وأغلبهم جايين من عائلات لها نفوذ مالي ونفوذ سياسي، او لهم اقارب شغلوا هذه المناصب في السابق، يعني كان عمدة وبنته خدت هذا المنصب. تنفيذ المادة 11 والمادة 53 بيتطلب من الدولة ان تعلن عن اجراءات وتدابير تضمن الاستدامة وتضمن الاستمرارية وتضمن تمثيل عادل للنساء فيما يتعلق بشغل المناصب القيادية وكل مجالات العمل بما فيها الهيئات القضائية. أيضا نحن في انتظار مفوضية التمييز، لأن دي هتبقى أداة مهمة جدا في إيد النساء تقدر تتوجه ليها عندما تتعرض لأشكال من العنف والتمييز داخل مكان العمل، ودي مطلب دستوري منصوص عليه في المادة 53 وهي يعني لم تفعل إلى الآن. هناك وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات، لكن أعتقد أنها غير كافية، لأنها والمفترض كمان أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تنشيط وتفعيل هذه الوحدات. المسألة الثانية المهمة، يعني احنا بنتكلم على استحقاقات مشروعة للنساء، لان فكرة الغاء اشكال العنف والتمييز وان يكون هناك بيئة عمل آمنة ومحفزة للنساء هي ايضا مرتبطة بفكرة عملية التنمية، مرتبطة بفكرة تحفيز النساء على العمل والانتاج، لأن بطالة النساء لها تكلفة اقتصادية، خروج النساء مدربات ولديهم خبرات من سوق العمل أعتقد هذا له خسارة اقتصادية، وبالتالي احنا بنتكلم على رؤية متكاملة، ان احنا لدينا استحقاقات ايضا مرتبطة بأجندة التنمية 2030، والدولة ألزمت نفسها بتحقيق العديد من الأهداف المرتبطة بالجزء الخاص بالتمكين الاقتصادي المنصوص عليه في استراتيجية
خلفية المجلس القومي للمرأة التي صدرت في مارس 2017، وده مرتبط بأن الدولة عليها أنها تأخذ عدد من الإجراءات علشان زيادة عدد النساء في سوق العمل. ازاي بقى عندنا سياسات للتشغيل بتلبي احتياجات الرجال والنساء ودخولهم لسوق العمل؟ ازاي بقى انا عندي بيئه عمل امنه ومحفزه للنساء؟ في خدمات بتقدم للمرأة العاملة. ايضا فيما يتعلق بالنساء في القطاع الغير منظم، هناك اتجاه الآن لفكرة دمج القطاع الغير منظم، وده إجراء إيجابي، لكن إجراء بيحتاج عديد من الخطوات يجب أن تتخذ. يعني فكرة الإدماج لازم يقابلها أيضا حقوق، بمعنى أني أنا عايز يبقى القطاع الغير منظم بيطلع له تراخيص، بيخصم منه ضرائب، في المقابل لازم اتكلم حوالين موضوع الحماية القانونية لهذا القطاع. قانون العمل بيستثني مثلا، لو كنا بنتكلم على الجزء الخاص بالنساء، قانون العمل الحالي بيستثني عاملات المنازل من الحماية القانونية، وبيستثني ايضا الزراعة، النساء في الزراعة البحتة من باب تشغيل النساء. هذه الفلسفة التشريعية دي والنظرة في التشريع دي لازم تتغير، لازم يمتد أيضا الحماية القانونية، فكرة أيضا إعادة النظر في سياسات الحماية الاجتماعية، مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لازم تمتد للعمالة الغير منظمة. احنا بنتكلم على نسبة النساء في العمالة الغير منظمة 47%، بنتكلم على 72% من النساء بيعملن بدون أجر، وده هنا هينقلنا لفكرة العمل داخل المنزل، وفكرة أيضا تأثير الثقافة التقليدية والمتواطئة اللي بتنزع من النساء حقوقهم. انت تكلمي على نساء بتشتغل جوه البيت في أعمال بقى تنظيف خضار، بتعمل مواد غذائية وتبيعها، أو المرأة الريفية إنتاج دواجن وكذا، لكن هي ما أو بتساعد جوزها في بعض الأعمال، في الحقل، بعض الحرف أو كذا، لكن تسألي النساء نفسها تقولك إن أنا لا أعمل. تمام، احنا محتاجين هنا تدخلات على المستوى الثقافي مع النساء دي، تدخلات على مستوى الحقوق، لان لو هي لا تعمل فهي هتحرم من حقوقها في تأمينات اجتماعية، من حقوقها في تأمينات صحية وهكذا. وبالتالي ده محتاج تدخل واضح من المجتمع المدني، وتدخل واضح ايضا من الدولة. اذا كان المجتمع المدني في ايده بيطرح سياسات بديلة او هيعمل توعية او رفع وعي كذا، لكن من لديه سلطة اتخاذ القرار والتنفيذ السياسات هي الدولة. وبالتالي احنا محتاجين اعادة النظر في منظومة التشريعات، سواء قوانين العمل وقوانين الحماية الاجتماعية. نقطة تانية ومهمة، موضوع القروض وموضوع المشروعات الصغيرة، أيضا ده من ضمن الأهداف زيادة أعداد النساء التي تحصل على فكرة القروض والتي تدير مشروعات غيرة، وفكرة ريادة الأعمال. ريادة الأعمال وزيادة أعداد النساء في موضوع المشروعات الصغيرة مش هيجي بس بزيادة أعداد النساء التي تحصل على قروض، ولكن هيجي كمان من فكرة تأهيل النساء وقدرتها على إعداد المشروعات، قدرتها على كيف ستتعامل المعاملات البنكية والمعاملات المالية، فكرة التسويق، فكرة دور الدولة في موضوع التسويق، موضوع زيادة المبيعات. ده محتاج ايضا جزء منه توعية ورفع وعي، ربما المجتمع المدني يبقى بيقوم بدور بيه والدولة بتقوم بدور بيه، لكن احنا كمان محتاجين قانون جديد للتعاونيات، محتاجين ان النساء السياسات الاقتصادية تبقى بتتيح فرصة لتشكيل وحدات انتاجية مجمعة، فتقدر النساء ان هي بمبالغ قليلة ان هم يديروا مشروع، وتبقى فيه بقى سياسات للتسويق ولدعم المنتج، تخلق فرص لزيادة المبيعات لهؤلاء النساء وما تخلقش تنافسية بينهم. ده محتاج ان احنا يبقى عندنا سياسات اقتصادية مختلفة، وان الدولة تعيد النظر في
قوانين زي ما قلت زي قوانين التعاونيات، وتعيد النظر في سياساتها الاقتصادية بما يتيح فرص حقيقية وتمكين حقيقي ويخرج النساء دي من دائرة الفقر. يعني ده بالتأكيد هيكون له مردود على عملية التنمية بشكل عام. يعني أنا بتصور إن دي من المسائل المهمة، لأن كمان حسب الإحصائيات وتصنيفها إن أغلب النساء اللي هم معيلات لأسرهم هي نساء فقيرات وبيبقوا أميات، يعني أغلبهم بيبقوا أميات ومهاراتها لدخول سوق العمل معدوم. فلو إحنا عاوزين نزود من أو نمكن هؤلاء النساء من ان هم يبقوا قادرات على إعالة أسرهم، وبالتالي الأسر بتاعتهم دي بقى تبقى قادرة تودي عيالها للتعليم وقادرة تعالج ولادها بشكل كويس وقادرة تحسن من مستوى المعيشة وتوفر الخدمات الأساسية، أيضا لازم نوفر ليهم فرص عمل حقيقية. بخلاف ذلك يعني هتفضل يعني في 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 عثرات، وهيفضل معدلات الفقر في يعني في الزياد، لان للاسف مستوى المعيشه او مستوى الدخل مش بيحسن من اوضاع المعيشه. وبالتالي دي مساله يعني يجب ان تؤخذ ايضا في الاعتبار. يعني احنا مش مهم زياده العدد، مش مهم عندنا قد ايه بياخدوا كروت، ولكن الكروت دي بتدار ازاي، سياسات الدولة بتدعمهم ولا لا، مؤهلات لإدارة هذه المشروعات ولا لا، وبالتالي ده بيساهم في تحسين مستوى المعيشة. نفس الحكاية ايضا مهم ان الدولة تبقى مهتمة بزيادة اعداد النساء للدخول لسوق العمل، ولكن داخل سوق العمل هذه الفرص فرص عادلة ولا لا؟ بيئة العمل محفزة وآمنة للنساء والرجال ولا لا؟ ولكن النظرة بس للزيادة العددية بدون ما نبقى شايفين ان مجالات بيئة العمل بتساهم في التحقق، بيئة العمل خالية من الفساد، بيئة العمل فيها سياسات واضحة لمناهضة العنف والتمييز، ده فالزيادة العددية لوحدها غير كافية لفكرة تحسين مؤشراتنا فيما يتعلق في مؤشرات التنمية لدينا. فاحنا محتاجين لنظرة متكاملة فيما يتعلق بالتعامل مع فكرة وجود النساء في سوق العمل سواء المنظم أو غير المنظم. أخيرا نقطة مهمة أنا حابة أشير ليها هي فكرة احتساب قيمة العمل المنزلي. احنا كنا بنتكلم على ان مهمة رعاية الأسرة دي مسؤولية المجتمع، ايضا الادوار اللي بتقوم بيها النساء داخل المنزل من تنظيف وكنس وطهي وغسيل، كل هذه المهام اللي هو ما يسمى باعمال الرعاية داخل المنزل، ده ايضا له مردود اقتصادي، لان الاسرة لو مفيش حد جوه الاسرة بيقوم بهذه المهمة هتضطر انها تستعين بيها من السوق، وبالتالي هتحتاج لدخل مضاعف. احنا هنا مش بنقول ان النساء تتقاضى اجر ولا بنقول ابقاء الوضع كما هو عليه، لكن احنا بنتكلم على الكشف عن هذا الموضوع بوضوح بهدف اخر، الا وهو ان هذه مهام عمل، يعني ودي ملهاش علاقة بفكرة العلاقة العاطفية للأبناء، دي مهام عمل، وبالتالي يجب أن النساء اللي بتقوم بيها جوه البيت بتحرم، بيتقال أن النساء دي غير منتجات وما بتلعبش أدوار في الحياة. احنا بنقول لا، ده نوع من المساهمة الاقتصادية وله مردود في الناتج الإجمالي القومي، وبالتالي يجب أن تحسب ساعات العمل داخل الأسرة ضمن الناتج الإجمالي القومي، وايضا يعاد فيها النظر، يعني ما يبقاش العمل المنتج للرجال والعمل غير مدفوع الاجر المهمل للنساء، ولكن احنا بندعو لاعاده النظر في اعاده تقسيم الادوار داخل الاسره وفي المجال العام، وتعاد النظر في طبيعه العلاقه بين الرجل والمراه داخل الاسره وتقسيم الادوار بينهم بما يتيح نفس الفرص العادله للرجال والنساء في المجال العام.
لان انحصار النساء دورها داخل الاسره هو مش بيأثر بس على حقوقها زي ما شرحنا فيما يتعلق بالعمل. كل اشكال العنف والتمييز اللي بتتعرض ليها النساء في مجال العمل مرتبط بشكل اساسي ان ده مش دورها الاساسي، ان مفيش اعتراف حقيقي ان العمل حق اصيل ومشروع للنساء، ان هو رغم ان حجم المساهمه الاقتصاديه للنساء الان بتقترب الى الربع يعني حوالي 25%، لكن بيتم التعامل مع هذا الامر وجود النساء في المجال العام امر استثنائي مش حق اصيل، وان دورها الاساسي جوه الاسره. احنا بنتكلم حول لا، الوضع جوه الاسره هو ايضا عمل منتج، عمل له مردود، وبالتالي لا يعني مش حكر على النساء، ويجب ان تعاد العلاقه وتقسيم الادوار جوه الاسره بحيث ان يتم هناك مشاركه حقيقيه في ادوار الرعايه ما بين الرجل وما بين كل افراد الاسره. بالمناسبه الدوله نفسها تلعب ادوار زي ما اتكلمت على موضوع توفير دور الحضانه، الرعايه الصحيه للاطفال وهكذا. فالاسره دي مسؤوليه المجتمع، بناء الاسره ورعايتها هي مسؤوليه المجتمع، الاطراف الثلاثه شركاء فيه. عندما نصل الى هذا التقسيم العادل جوه الاسره بالتاكيد هينعكس على المجال العام بما فيها وجود النساء في سوق العمل وحقوقها في سوق العمل. فاحنا بنتكلم البدايه هي تغيير النظره لهذا العمل، هو ليس عمل مهمل، هو عمل منتج، وبالتالي احنا بنطالب باحتسابه بما يسمى بموازنه الوقت، ويحتسب ساعات العمل دي قيمتها في الناتج الاجمالي القومي. ودي مش حاجة احنا بس بنطالب بيها، دي مطبقة في العديد من الدول الأوروبية، وأيضا دول زي تونس والمغرب واخدين خطوات في هذا الأمر، لأن ده هيساعد كتير في تغيير النظرة وإعادة النظر فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، ويبقى في أساس كده للمطالبة بفكرة الثروة المشتركة، بمعنى إن الاتنين شركاء سواء في العمل جوه المنزل وخارج المنزل، الاثنين بيساهموا في تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة، وبالتالي نعمل اساس نبني عليه فكره المطالبه بالثروه المشتركه. واحنا هنا بنتكلم على الثروه المشتركه يعني المبالغ الماليه اللي بيحققوها الاثنين لاسرتهم نتيجه لعملهم. واحنا هنا نتكلم على العمل سواء ما يتعلق بمهام العمل جوه الأسرة أو مهام العمل خارج الأسرة، يعني نتكلم على تقسيم واضح للاتنين. فدي مسألة ثقافية بالأساس ومحتاجة جهد مننا، لكن كمان محتاجة يبقى في إرادة سياسية بتدعم هذا التوجه، لأن ده مرتبط بقى بفكرة الإحصائيات والبيانات اللي بتطلع عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مرتبطة بقرارات سياسية إن الدولة تعتمد النوع دوت من الموازنات اللي هو ما يسمى بموازنات الوقت، مرتبطة بتعديلات تشريعية زي تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وبالتالي تحسين والتمكين الاقتصادي للنساء زي ما قلت في بداية كلامي حابة أختم بيه، هو متشابك مع الواقع الثقافي والاجتماعي ومع الاقتصادي والسياسي، وبالتالي هو محتاج تضافر واعتراف لأهمية دور المجتمع المدني وسماح للمجتمع المدني والمنظمات النسوية أنها تقوم بدورها بالتعاون فيما يجب التعاون فيه مع مؤسسات الدولة علشان أن احنا نقدر أن نحقق العدالة الاجتماعية، لأن مفيش تنمية بدون ضمان حقوق الرجال والنساء معا، ومفيش عدالة اجتماعية في مجتمع ما زال هناك فيه كل هذه الأشكال من العنف والتمييز.